نبدأ في كتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى المسمى بمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ويتكلم هذا الكتاب عن المجاز في القرآن والسنة وأيضا في اللغة العربية. وقبل أن نبدأ في أصل الكتاب، عندنا أخواننا بعض التعريفات المهمة. وقبل التعريف ننقل أن المجاز اختلف العلماء في وجوده في اللغة العربية وفي القرآن والسنة. اختلف العلماء في وجود المجاز كنوع من أنواع البيان البلاغي، فمنهم من قال انقسم فيه الناس إلى ثلاثة. القول الأول قالوا المجاز يوجد في اللغة العربية وفي الكتاب والسنة، يوجد في اللغة العربية وكذلك في الكتاب والسنة. طيب، القول الثاني قالوا لا يوجد لا في اللغة العربية ولا في لغة الكتاب والسنة، وهي اللغة العربية. إذا كان لا يوجد في اللغة العربية، إذن لا يوجد في لغة الكتاب والسنة. القول الثالث قالوا يوجد في القرآن، يوجد في اللغة العربية لكن لا يوجد في القرآن والسنة. هذه أقوال ثلاثة. إذن يا أخواننا، حاصل الأقوال لشنو؟ حاصلة كلها. القول الأول يثبت المجاز في اللغة والقرآن والسنة. القول الثاني ينكر المجاز في اللغة والقرآن والسنة. القول الثالث توسط، أثبت المجاز في اللغة وأنكره في القرآن والسنة. طيب، بعد هذا التقسيم بعد شوية حنيجي نعرف إن شاء الله من القائل بالقول الأول ومن القائل بالقول الثاني إلى آخره. على هذا، من قال بوجود المجاز وضع له تعريفا. التعريف ده يا اخواننا خاص بمن قالوا بوجود المجاز. فقالوا المجاز لغة جاز او مجاز على وزن مفعل، مجاز على وزن مفعل في اللغة، من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه. جاز بمعنى تعدى، عندنا بالعامية كده يقول لك أنا تجاوزت الشجرة وماشي على يثرب، تجاوزت، تعديت، مريت. فالمجاز من جاز الشيء أي تعداه. طيب، هذا من حيث اللغة.
ومن حيث الاصطلاح أي اصطلاح اللغويين قالوا هو نقل أي للكلمة عن معناها الأصلي واستعمالها في معنى آخر لقرينة دلت عليه. نقل الكلمة عن معناها الأصلي إلى معنى آخر لقرينة دلت عليه. وقالوا ينقسم المجاز إلى قسمين، القسم الأول مجاز لغوي، مجاز لغوي وهو استعمال اللفظ، استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كاستعمال كلمة الأسد للرجل الشجاع، استعمال كلمة الأسد للرجل الشجاع. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أصل هذا النوع من أنواع المجاز يدور على كلمات ثلاثة: استعمال الأسد للرجل الشجاع، واستعمال الحمار للبليد، واستعمال البحر. البحر يقال البحر لشنو يا أخوان؟ للعالم. لذلك يسمى ابن عباس أو يلقب بالبحر، ويلقب بالحبر، ويلقب بالحبر. ثلاثة ألفاظ: حبر وحبر وبحر. طيب حبر جاي من شنو؟ حبر حبر أي الإنسان المداوم لاستعمال الحبر، ففيها كناية عن العلم، مدارسة العلم وتعليم العلم. ولك الرجل حبر والرجل حبر، حبر يعني عالم، الحبر هو العالم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الحبر هو العالم. والبحر هو الواسع، قال فلان بحر أي واسع، إما في علمه وإما في فضله ونحو ذلك. طيب ده المجاز النوع الأول، مجاز لغوي. النوع الثاني مجاز عقلي. والمجاز العقلي يتعلق بالإسناد. الإسناد مو الإسناد بتاع الحديث دائما الحديث، لا، الإسناد أي إسناد الأفعال إلى غير فاعليها، إسناد الأفعال إلى غير فاعليها، كما يقال شفى الطبيب المريض، شفى الطبيب المريض. الطبيب هو بيشفي، الطبيب بيعطي الدواء، يشخص المرض ويعطي الدواء، أما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. لكن لما يقال شفى الطبيب المريض وأنبت الماء الزرع وأنتج المزارع الحصاد، المزارع ما هو اللي أنتج، وهكذا، فيتعلق المجاز العقلي
بالإسناد، إسناد الأفعال إلى غير فاعلها. طيب بعد يا إخوانا نجي ندخل في باب القول الراجح من الأقوال الثلاث اللي ذكرناها. قلنا قول بإنكار المجاز، قول بإثبات المجاز، قول بالتفصيل. طيب القائلون بإثبات المجاز هم من المتأخرين دون القرون الثلاثة المفضلة. يعني اللي قالوا بإثبات المجاز من المتأخرين، من أهل القرون دون القرون الثلاثة، يعني القرن الأول قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن الصحابة، وقرن التابعين، لم ينطقوا بالمجاز أبدا. إذن هذا القول، القول المثبت للمجاز قول متأخر، وأنكره علماء اللغة الأوائل كالإمام أبي علي الفارسي من اللغويين الأوائل، أنكر وجود المجاز في اللغة العربية، في القرآن، في السنة، ده من المنكرين. أما القائلين بالمجاز بوجوده هم من المعتزلة والجهمية، ده في الأصل من المعتزلة والجهمية، طائف منحرفة من طائف أهل البدع. طيب أما القائلون بإنكار المجاز مطلقا، ده النوع الثاني، القائلون بإنكار المجاز مطلقا هم كأبي علي الفارسي من علماء اللغة، والإسفرايني أبي إسحاق الإسفرايني، وتبعهم على ذلك جمع من أئمة اللغة كشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني وتلميذه ابن قيم الجوزية وجمع من العلماء. أما القول الوسط فعليه بعض أهل السنة، بعض أهل السنة وطوائف من أهل البدع، القول الوسط. المؤلف عندنا هنا ينصر القول الثاني اللي هو شنو؟ القول الثاني منع المجاز في لغة العرب في الكتاب والسنة، منع تمام. وبعد ذلك حشد الأدلة وأشار إلى من كتب في هذا، كتب فيه ابن تيمية عقده فصل مختصر في كتابه الإيمان. ابن تيمية عنده كتاب منفصل اسمه الإيمان، عقده فصل منفصل. وكتب فيه ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة وسماه بطاغوت القول بالمجاز، سماه طاغوت. وأورد ابن القيم 50 دليلا أو وجها في إنكار المجاز، 50 وجه. طيب كتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. طيب
المؤلف يقول: اعلم اولا ان المجاز اختلف في اصل وقوعه. قال ابو اسحاق الاصفرايني وابو علي الفارسي: انه لا مجاز في اللغه اصلا، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع، وانه نقل عن الفارسي تلميذه ابو الفتح ان المجاز غالب على اللغات، كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع. وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا هو عند من يقول بنفي المجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه. طيب اخوان، نجي باختصار لمناقشه ادله القائلين بالمجاز. الناس اللي انكروا ما يحتاج الى ايراد ادله، ما هو زول انكر الشيء قال ما في، يلا يلزمك انت المثبت للمجاز تورد الادله على القول بالمجاز. أدلة القائلين بالمجاز تنحصر في أمرين. الأمر الأول أنهم قالوا المجاز فن من فنون البيان في اللغة، عبارة عن مقدمات، دي بسموها في علم المنطق مقدمات، مقدمة تستلزم مقدمة أخرى. قالوا المجاز فن من فنون البيان في اللغة العربية، والقرآن كتاب عربي فصيح، فلزم من هذا وجود المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي. يبقى بالمقدمة دي المجاز فن من فنون اللغة، يبقى المجاز موجود في القرآن. ده الوجه الأول للاستدلال عنده. الوجه الثاني مجموعة من النصوص استدلوا بها على وجود المجاز. طيب نحن نبدأ نناقش الوجه الأول اللي هو كون المجاز فن من فنون اللغة العربية، عندهم بيقولوا معناها في القرآن. طيب قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين، قال: فنقول سلمنا أن المقدمة الصغرى، وأنا قال له كلام هو أقرب للكلام المنطقي، علم المنطق، أنا أختصر لك. قال: لو سلمنا إنه القرآن بلسان عربي مبين، هذه نسلم بها، لكن ما نسلم بالمقدمة الأولى إنه كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن. وبعد ذا الشنقيطي داير يريد ليك مجموعة من الشواهد على إنه في كثير من فنون البيان في اللغة العربية لا توجد في القرآن، عشان يفسد لهم الاستدلال بتاعهم ده. انت يا اخوانا فهمتوا النقطة دي؟ هم قالوا ما دام المجاز موجود في اللغة أو فن من فنون اللغة وموجود في اللغة العربية، إذا موجود في القرآن. فهنا الشنقيطي ده يثبت إنه ليس كل ما كان موجودا أو كل ما كان فنا من فنون البيان في اللغة العربية يلزم أن يكون في القرآن. قال: فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع، وهو نوع من أنواع البديع المعنوي، ولا يوجد في القرآن. الرجوع ده شنو؟ أنت تقول معلومة معينة ثم ترجع
فتقول بنقيض هذه المعلومة أو فتقول بنقيض هذه المعلومة. كويس؟ وده في اللغة العربية بيعتبروه نوع من البلاغة وحسن التعبير. إذا أنت مثلا بتمدح في زول تقول لك جملة تقول لا بل كذا، جملة معينة فيها مدح لا لا ترجع تقول كذا ضدها تماما. قال كقول الشاعر: أليس قليلا نظرة إن نظرتها، أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل. وفي الأول قال النظرة لك ما قليلة، يعني نظرة قليلة. أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك كلا ليس منك قليل. هذا فيه الرجوع، يعني رجع عن المعلومة الأولى اللي قالها. هل يليق هذا الأسلوب بالقرآن؟ مع أنه من أساليب اللغة العربية ومن البيان ومن البديع في اللغة العربية. هذا واحد. طيب، طيب قال: فإنه ده العلامة الشنقيطي، فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم، لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الولة والحيرة من أمر كالحب مثلا. الرجوع عند علماء اللغة هو نقض السابق باللاحق، يعني أقول كلام وأنقض في أقول كلام في 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 شطر البيت في الأول في شطر بيت الشعر وأنقض في عجز البيت. ده الرجوع، يعني نقض السابق باللاحق. فده وإن كان من فنون اللغة ولكنه ممنوع في القرآن. أيوة، هو بيريد الأخير. ما هو قال لها أنا نظرت لك نظرة، والنظرة لك دي قليلة قليلة، يعني كون أنظر لك فقط نظرة، كلامه لمحبوبته، كون أنظر لك فقط نظرة دي قليلة. بعد شوية رجع قال لها كلا ليس منك قليل، والله منك أنت برضو النظرة ما قليلة. رجع نقد شنو؟ كلامه. هذا من البديع في لغة العرب لكنه ممنوع في القرآن. طيب، قال أيضا من أساليب البديع والبيان في لغة العرب ما يسمى بالإغراق. الإغراق بغين وقاف، إغراق. والغلو، الغلو معروف، المجاوزة، الزيادة في المدح والذم، الغلو. وأيضا الإغراق هو نوع من أنواع التعابير التي فيها غلو. زول يقول لك بالغ في الحتة دي، بالغ فيها، ويأتي الشاعر بمعلومات ليست حقيقية. كلام عجيب هيجيك في الأبيات دي، أنت حتعجب. في اللغة يسمى إغراق، يسمى غلو من البديع والبيان في اللغة العربية، لكنه ما يليق بالقرآن. قال كقول أبي الطيب، يعني المتنبي: كفى بجسمي نحولا أنني رجل. أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن جسمه، نحيل، نحيف. قال: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. لولا مخاطبتي إياك لم ترني. هذا إغراق، هذه مبالغة. هل يليق هذا بالقرآن؟ هل يمكن يكون في كلام الله سبحانه وتعالى
كلاما كهذا لا يليق هذا بالقرآن، مع أنه في اللغة هذا من البديع، هذا من البيان. لذلك يقال الشاعر أبو الطيب هنا أبدع في وصف نحول الرجل. يعني ده ما وراء نحول، يعني لو قال له والله أنا ضعيف يا أخي بس كان عاين تلاقي كده عظامي برا وكده عادي، لكن هنا بيبالغ فيها. قال أيضا ومن الغلو عنده، الغلو، الغلو حرام في القرآن ولا ما ممنوع ولا ما حرام؟ ها ربنا سبحانه وتعالى قال استغن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ها يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الغلو محرم. طيب من فنون اللغة الغلو، قال أبو نواس أو أبو نواس قال نمدح في الرجل وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق، يعني ده أهل الشرك بيخاف منه حتى شنو؟ النطف اللي في ظهور آدم اللي ما خلقت بيخافوا منه، هذا غلو ولا ما غلو؟ ده غلو واضح. وأبدع منه، أبدع من الغلو بتاعه ده ما قاله الآخر، قال أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. ده بالغ فيه ولا ما بالغ؟ ده شيء ده ما سكرت والعرق بتاعه ده مميز، ها ده لو بس نوى بالنية، يعني ده سكر بالنية ما هو كده كلام كده، يعني أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا كويس، أول ما أخذت النية بنسكر طوال. فهذا من 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 البديع في اللغة لكن ما يليق بالقرآن. وأورد الشيخ كثير من الأبيات، منها أيضا قال قول النظام توهمه طرفي فآلم طرفه، توهمه طرفي طرف العين بنظرة ونظرة وهم ما حقيقية، توهمه طرفي فآلم طرفه فصار مكان الوهم في خده أثر، الوهم لما عمل شنو؟ أثر في خده. قال ومر بفكري خاطرا فجرحته ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر، ذل بنجرح بفكرة، ها جرح مش جرحة يعني جرح معنوي، لا جرح عديد بذل فكرة بتجرحه. الشيخ نقل ستة أبيات كثيرة جدا وأشياء كثيرة فيها مبالغة في الوصف، فيها غلو، فيها إغراء، واستدل بهذا على أن ليس كل ما يوجد في اللغة يوجد في القرآن. استدلاله ده صحيح ولا ما صحيح؟ ده المطلوب كده. طيب قام جابوا شبهة، قالوا أوراد الشيخ قال فإن قيل قد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز الإغراء، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه. يا أخوانا تأملوا، أبو الجهم لا يضع عصاه عن عاتقه، ووجه الاستدلال بتاعهم وإن كانت هي شبهة ما استدلال، لكن وجهها شنو؟ أها قول ورينا وجه الدلالة هنا. لا وجه كلامهم هم، أيوه أيوة، يعني قالوا لو قلت بأنه القول ده على الحقيقة يلزم من هذا الكلام أن أبا الجهم
واضعا عصاه دائما على عنقه. الكلام ده متصور يعني؟ ده ما يتصور. فقالوا هذا من الإغراق، الإغراق في الوصف كقول الشعراء. إذن قالوا الإغراق موجود في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المجاز موجود في السنة. طيب كيف نجيب على الكلام؟ من يدينا إجابة؟ يا دكتور اها ايوه لا يضع العصا عن عاتقه، بين في اخر الحديث او في روايه انه ضراب للنساء. هذا جواب ذكره الشيخ الشنقيطي ذاته، جواب انه في سياق الكلام ما يدل على ان المقصود هنا، المقصود هنا ليس الاغراق في الوسط، انما المقصود كثره ضربه للنساء. هذا جواب اول. جواب ثاني وهذا مهم جدا يا اخواننا، ان نفرق بين فنون البلاغه. ففي هذا الحديث فن اخر من فنون البلاغه لا علاقه له بالمجاز، الا وهو الكنايه. طيب دايرين زول يا اخواننا، ادينا التعريف. ما هو تعريف الكنايه؟ لو عرفنا الكنايه هي شنو؟ نفرق بينه وبين المجاز. نعم. يراد به لفظ اخر؟ دايره ضبط شويه. على وجه المشابهه. ما هو معنى يراد؟ على وجه المشابهه. دي الكنايه ولا الاستعاره؟ إطلاق لفظ على أمر آخر لوجود شبه بينهما، هذه الاستعارة. للاستعارة يعني استعير اللفظ من هنا ووضع في لفظ آخر. للاستعارة، تستعير شيء لشيء آخر لشبه يوجد بينهما، هذه الاستعارة. طيب أما الكناية؟ يا محمد قلت شنو؟ نعم هذا المجاز، إطلاق لفظ في غير موضعه لقرينة دلت عليه، هذا مجاز. طيب الكناية هي لفظ أريد به لازم معناه، لازم معناه كده يستقيم معك الكلام. لما أقول أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أحد أمرين أو معا المذكورات في الحديث اللي هم شنو؟ نعم لازم معناه. ممكن نقول لا يحسن التصرف من حيث اللغة، يعني مش من حيث الحكم على الصحابة، من حيث اللغة يلزم منه. نعم السفر لا يضع العصا عن عاتقه. احنا عندنا ناس اهلنا الزول لما يكون مسافر يكون شايل عصايته، كيف ماسك عصايته هنا؟ ليه يا اخواننا؟ هذه من ناحيه علميه. الانسان اذا كان يحمل شيئا كل ما رفع الى اعلى كان خفيفا. انت تكون شايل حاجه سلام تشيله كده تتقل عليك لانها قريبه من الواطه، بس العلوم بيقولوا في جاذبيه بتجذب، لو تكون قريبه الارض بتجذبها. عشان كده الزول عشان يخفف، لانه السفر مشوار طويل يا اخواننا، انت ما هرج من بلد لبلد ثاني، وقدرت تخفف على نفسك تقوم تخط العصايه فوق تكون ماشي، بتكون خفيفه جدا عليك. مرات تكون معلق كيسك بيجاي والكيس الثاني بهنا تخطها في كتفك وتمشي. لا يضع العصا عن عاتقه كنايه، عشان كده العلماء يقول لك كنايه كنايه. ليه؟ لأنه يلزم من عدم الوضع، وضع العصا عن العاتق يلزم منه كثرة الأسفار. التقدير الثاني ضرب للنساء، يضرب بيضرب النساء كثير، فعشان كده بتكون عصايته طوالي فوق، لأن الزول ده يضرب ما بيضرب من تحت، بيضرب من فوق.
طيب إذا الكناية هي لفظ أريد به شنا يا أخواننا؟ لازم معناه. استدل لها الشيخ هنا بأبيات باللغة العرب جميلة. قال: فما يك في من عيب فإني بيمدح في نفسه ما بيذم. بيمدح لكن داركم توروني وجه المدح وين. قال: فما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. الرجل بيمدح في نفسه. قال: فما يك في من عيب، يعني أنا لو فيني عيب بس يكفيني شنو؟ أني جبان الكلب مهزول الفصيل. يلا يا أخوان، الفصيل ولد الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حديث صلاة الضحى قال: وقت الضحى حين ترمض الفصال. ترمض يعني الرمض، رمض بيصيبها في أخفافها، تصيب الرمض يعني وتسخن، ترمض الفصال يصيب الرمض يعني شدة حر الأرض في أخفافها، والفصال جمع فصيل. فهنا قال: فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. وين وجه المدح هنا؟ نعم، الكرم. جبان الكلب على غتب الكرم شنو؟ مهزول الفصيل بيطبح ود الناقة. ركز، مهزول الفصيل، مهزول من ال من ال من الهزال. ممتاز. حسن قال كثرة الضيوف، ده في مهزول الكلب ولا في كسرة ولا في جبان الكلب ولا مهزول الفصيل؟ جبان الكلب يلزم منه كثرة الضيوف، لأنه كلبك ذا تتعود لأنه داخلين على بيتك كتار. لكن الزول الزول الكعب بيعلم كلبه إنه ينهر يطفش الناس، يجيب لك كلب كعب قاعد جنب الباب عشان أنت لو جاي وزاد تنزل عنده الكلب ما بخليك. لكن من كثرة كرم الرجل أن كلبه تعود الأضياف، اعتاد الضيوف، جبان الكلب، كلب ما بيسأل زول. أنت جيت داخل ما الكلب ذاته يتعود على الضيوف. كويس؟ العرب دين عندهم، لذلك اللغة العربية يا إخواننا فيها فنون عجيبة. طيب مهزول الفصيل شنو؟ تمام، ممتاز. لأنه بيطبخ ماتن، بيطبخ أمه. وغاية الكرم أن يذبح الإنسان الناقة التي تلد وتحلب، هذه غاية في الكرم، إن يذبح أمه. عشان كده الفصيل بتاعه مهزول ضعيف ما لاقي يرضع. أو من ناحية ثانية أنه يحلب أمه للأضياف، بيحلب الناقة والفصيل ما يلقى يرضع، عشان كده الفصال بتاعته مهزولة. لذلك قال: جبان الكلب مهزول الفصيل. العبارتين الاثنين يلزم منها شنو؟ عشان كده هنا فيها تعريف الكناية، هي لفظ أريد به لازم، لازم معناه. تمام. قال: وقول الخنساء في صخر قالت طويل النجادي. بتمدح أخاها صخرا، القصيدة لعلها معروفة عند الناس. قال: الطويل النجادي عظيم الرماد ساد عشيرته أمردا. أوصافه كثيرة. قال: الطويل النجاد كثير الرماد إذا ما شتى، في الشتاء يعني كثير الرماد. يعني شو كثير الرماد؟ كناية، لاحظ، كناية عن الكرم، لأنه ده لفظ أريد به لازم معناه. لازم كثرة الرماد شنو؟ ولاحظ في الشتاء قالت كثير الرماد إذا ما شتى، في الشتاء الناس بيحتاجوا الأكل الكثير، بياكلوا كثير الناس ما عدا رماده كثير. كثير الرماد إذا ما شتى
قال الطويل النجاد. ما هو النجاد؟ النجاد هو غمد السيف. والإنسان إذا كان طويل غمد السيف هذا يدل على طول القامة، وعند العرب طول القامة يدل على الشجاعة. الطويل شجاع، هذا عندهم لفظ يا أخواننا أريد به لازم معنى. لخص النقطة دي والإجابة عن الشبهة قال: فالجواب أن الفرق بين الكناية والإغراق واقع على كل حال، لأن المراد بلفظ الكناية لازم معناه، والمراد في الإغراق نفس المعنى المطابق لا لازمة. عشان كده يا أخواننا الغلو والإغراق اللي تكلموا عننا العلماء فين كذب، فين كذب. أما الكناية ما فيها كذب، ما فيها كذب، إنما فيها أن الإنسان يطلق لفظ ويريد ما يلزم من هذا اللفظ. طيب آخر نقطة أورد المؤلف من فنون اللغة العربية التي هي بديع عند أهل اللغة لكن لا تجوز في القرآن، آخر نقطة أورد، وإن كان أورد نقاط كثيرة بس أنا بختصر بيدي، قال: تجاهل العارف. فن من الفنون تجاهل العارف. إنسان يكون عارف الحاجة دي شنو لكن يقعد يذكر أشياء كأنه بيسأل، كأنه بيستفسر. أنا خدمة الأذان يومي معانا كده. طيب أورد فيها أبيات: تجاهل العارف يعني أن يذكر الإنسان أشياء وغالبا عن المحبوب أو المذموم، يذكر أشياء كأنه لا يعرف الحقائق. أأنت كذا؟ أأنت كذا؟ كأنه ما عارف. فأورد فيها قول الشاعر عن محبوبته، لأن الدرس بقى لنا غزل كله، قال: ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. محبوبته لما ابتسمت له كأنه ما عارف دي ابتسامة امرأة، داري يمدحها، داري يذكر يوصفها بأشياء جميلة. قال: ألمع برق، ده برق ولع ولا شو؟ ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، ده قاصد بقى شنو؟ ابتسامتها له يعني، شبهها بشنو؟ بالبرق الذي لمع، وشبهها بشنو؟ المصباح الذي أضاء. كأنه ما عارف، كأنه بيسأل ألمع برق كويس؟ هو عارف ده شنو؟ لكن كأنه بيسأل ألمع برق سرى أم ضوء مصباح، أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. والذي ابتسامة بس هو عارف إن ابتسامة، لكن عشان كده قالوا سموه تجاهل العارف. تجاهل العارف، هل هذا يليق بالقرآن؟ ما يليق بالقرآن، هذا ما يليق بالقرآن، لكن هو فن من فنون البديع. وقول نابغة ذبيان شاعر معروف برضو بيمدح في وجه محبوب، قال: ألمحة من سنا برق رأى بصري، ألمحة من سنا برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي أم سنا ناري. يسأل في وجه محبوبته ده، قال: ألمحة من سنا برق يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، سنا برق رأى بصري، اللي عاين لي ده سنا برق أم وجه نعم، وجه إنسان منعم
أم سنا ناري ولا ده لهب بتاع نار. قال وقول الآخر أهذه جنة الفردوس أم إرم أم حضرة حفها العلياء والكرم. قال وأيضا في التوله والتحير من الحب قال بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ده بيمدح في ليلة بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. بتكلم مع الضبا. الضبا من الحيوانات الجميلة الغزلان يعني. كويس تكلم معه قال لها بالله حلفكم بالله بالله يا ظبيات القاع كنا لنا كلمني ليلاي من كنا ليلى محبوبتي منكم انتو ام ليلى من البشر. هي منكم ولا من البشر؟ ما ممكن تكون مني لكن هو عارف انه ما مني لكن داير يوصفها انها كانها جزء من ظبيات القاع ففيه تجاهل العارف وهذا من أساليب اللغة لكن لا يليق بالقرآن. آخر بيت قال نقرأ البيت ده ممكن دي كمان بتنبس اسمها فاطمة الخارجية قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا. تتكلم مع شجر الخابور نوع من أنواع الشجر. ما لك مورغا كأنك لم تجزع على ابن طريف. لما قتلوا ابن طريف قالت له انت مالك يا شجر الخابور مورق مورف اخضر ليه؟ كأنك لم تجزع على ابن طريف كأنك انت ما حزين معانا على الخارج بتاعنا ابن طريف. الله اكبر الله. طيب اخوانا كده نكون وصلنا الى ختام الفصل الاول في الكتاب قسموا لفصول. وصلنا لختام الفصل الاول وهو الاستدلال في نقض دليلهم في ان المجاز يوجد في القرآن والسنة لأنه يوجد في اللغة العربية. فبينا كما ذكر الشيخ أن هناك كثير من الأساليب المعنوية أو في البديع اللغوي لا توجد في القرآن ولا تليق بالقرآن. فإن شاء الله في الدرس القادم حندخل في باب الأدلة والشبهات اللي جابوها كلها من نصوص القرآن والسنة. لكن نختم درس اليوم بمسألة وهي أن القائلين بالمجاز أطبقوا يعني أجمعوا كما قال الشيخ الشنقيطي وابن تيمية وابن القيم وعامة المنكرين للقول بالمجاز. قالوا إن أهل أو إن القائلين بالمجاز أجمعوا على أن المجاز يجوز نفيه. المجاز يجوز نفيه يجوز نفيه لأنه عندهم المجاز شنو؟ مثلا استخدام كلمة الأسد يقول لك الاستخدام الحقيقي لها هو شنو؟ في الحيوان المفترس. والاستخدام المجازي لها في ماذا؟ في الرجل الشجاع. طيب لكن اجمعوا على ان استخدامها في حال المجاز لما انا اجي اقول رايت اسدا يخطب على المنبر. اسد ماله؟ يخطب على المنبر. أجمعوا على أن هذا يجوز نفيه. يجوز تقول شنو؟ لم ترى أسدا يخطب على المنبر إنما رأيت شيخا يخطب على المنبر. فهمتوا النقطة دي؟ أجمع من القائلون بالمجاز
على انه المجاز يجوز نفيه لانه ما حقيقه. ما هم قالوا مجاز، مجاز معناه شنو؟ ما حقيقه. معناه يجوز شنو؟ ان ينفى. قال العلماء: ولا شيء في القران يمكن ان ينفى. تقدر تنفي حاجه من القران؟ ربنا قال واسال القريه، تقدر تقول ما تسال القريه؟ ها؟ ربنا قال جدارا يريد ان ينقض، تقدر تقول جدار ما يريد ان ينقض؟ ما يريد؟ ربنا قال يريد ان ينقض، ما تقدر تقول. قال العلماء: وحاصل جمع المقدمه الاولى والثانيه يساوي لا مجاز في القران. جمع المقدمه الاولى اللي هي شنو؟ المقدمة الأولى شنو؟ يجوز نفي المجاز. لما نجمع عليها لا يجوز نفي القرآن يساوي ماذا؟ أنا يا إخوانا ما بعرف رياضيات لكن فهمتها. المعادلة الأولى اللي هي شنو؟ المقدمة الأولى يجوز نفي المجاز زائد لا يجوز نفي القرآن يساوي ماذا؟ لا مجاز في القرآن. وهذا من أقوى أدلة القائلين بنفي المجاز. هذا في شنو؟ نفي المجاز وين لكن؟ في القرآن والسنة. أما نفي المجاز في أصل اللغة، في أصل اللغة ابن تيمية قال، وعجب لابن تيمية، انت تعجب من قوة استدلال ابن تيمية. قال: العرب تستخدم مع كل لفظ من الألفاظ ما يدل على المعنى المراد منه. أي لفظ من الألفاظ تقترن به شنو؟ قرائن تفيد المعنى المراد منه. قال: وليس في لغة العرب معنى أصلي ومعنى مجازي. أصلا قال ما يعني الأسد؟ يقول لك المعنى الأصلي شنو؟ الأصلي. القائلين بالمجاز بيقول المعنى الأصلي شنو؟ الحيوان المفترس، الأسد حيوان مفترس. والمعنى المجازي الرجل الشجاع. ابن تيمية أنكر التفريق ده، قال ليس في لغة العرب معنى أصلي ومعنى مجازي، ما في. قال لكن كل كلمة في لغة العرب، في لغة العرب يقترن بها في قرائن معاه، يقترن بها ما يدل على المعنى المراد. لما أقول رأيت أسدا يأكل فريسة، الأسد المقصود هنا شنو؟ رأيت أسدا يأكل فريسة، المقصود الحيوان، صحيح؟ كيف عرفتي؟ لأنه يأكل فريسة، يأكل فريسة، هذه قرينة صرفت معنى كلمة الأسد إلى ماذا؟ إلى الحيوان المفترس. طيب رأيت أسدا يحمل سيفا في المعركة، أها، ده هنا المقصود بالأسد شنو؟ هل يكون ممكن يكون مقصود بالحيوان المفترس؟ أبدا. الرجل الشجاع كيف عرفته؟ من سياق الكلام، من سياق الكلام. ولذلك في اللغة العربية بل وفي غيرها من اللغات يوجد للكلمة الواحدة معاني، معاني أكثر من معنى، ويعرف المعنى المقصود بسياق الكلام. أنا الآن بديكم مثال لكلمة واحدة تكررت مرتين في جملة واحدة، كلمة واحدة تكررت مرتين في جملة واحدة والمعنى الأول يختلف تماما من المعنى الثاني. الجملة هي:
قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً عظيماً في فضل معاوية رضي الله عنه لما قال في بيت أم حرام بنت ملحان. الكلمة المكررة شنو؟ أقول الجملة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً عظيماً في فضل معاوية ابن أبي سفيان لما قال في بيت أم حرام بنت ملحان. الكلمة المكررة قال معناها شنو الأول؟ تكلم. ومعناها الثاني نام القيلولة. عرفتوا كيف؟ سياق الكلام. قال تصريف الكلمة يختلف. قال يكون قولا وهناك قال يقيل قيلولة. قال يقيل نفس الكلمة بالقاف لكن تختلف هنا من هنا حسب شنو. إذا فهمت هذا فقد فهمت قاعدة عظيمة جدا ذكر ابن تيمية في كتاب الإيمان وفي الفتاوى تعينك على فهم نصوص القرآن والسنة. نعم. نعم. أو كنتم جنبا. مقصود ده هناك في آية المائدة أو كنتم جنبا. الجنب المعروف الجنابة المعنى الاصطلاحي بتاع الجنابة المعروفة. والجاري الجنب يعني الجار شنو؟ القريب. طيب في الرطانة عندكم شنو دينا من الرطانة؟ هدينا كلمة في الرطانة. لفظة أرو ألف والراء والواو في رطانة الدنائلة قال لفظة أرو. أرو معناها المطر. نعم معناها المطر. المطر معناها أيوة. أرو بفتح الألف. أيوة بفتح الألف وضم الراء. أرو مش ولا أيوة. أرو ضمير نحن. أرو البحر. أرو البحر. أرو البحر. أرو نحن. أرو نحن أرو. أرو البحر وأرو المطر وأرو اللون الأبيض. ما شاء الله. تاني في الرضانة تاني حتى يا أخوانا في اللغة الإنجليزية وفي غيرها من اللغات فيها هذا. مثلا عندهم يا عمار عندكم شنو كلمة بانك. بانك بانك معناها شنو؟ يقول لك بانك اوف ماني يعني شنو؟ المصرف. طيب بانك اوف ذا ريفر الشاطئ. لكن لو قلت لك بانك كده براء بانك ما حتقدر تعرف اشنو. ولذلك احد العلماء قال الكلمات لا تعرف مجردة لوحدها. معناها لوحدها قد يختلف المعنى ولوحدها انت ما تقدر تدي حد فاصل للكلمة وهي لوحدها من غير سياق. وده في اللغة العربية موجود. والآن نحن في حاجة شديدة لمعرفة هذه القاعدة. وعندنا في اللغة الإنجليزية برضو دي من أهم القواعد دي كورسات بيدرسوها إنه الكلمة براها ما بتفيد المعنى حتى تدخل في سياق الكلام. نعم وهذه يا أخواننا قاعدة مهمة جدا. طيب قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه يا أخواننا قال ليس هناك معنى أولي للكلمة
ومعنى آخر ثانوي. قال وإنما اشتهر عند الناس لكثرة الاستعمال فقط، يعني لكثرة استعمال الكلمة في شيء معين. الآن كلمة الأسد كثرت استعماله في الحيوان المفترس لكثرة الاستعمال فقط، لكن ليس هناك معنى أصلي ومعنى إضافي أو معنى مجازي حتى يقال ده حقيقة وده مجاز. فهذا كله لا يوجد في لغة العرب. كده يا أخواننا نكون وصلنا لدرسنا الليلة. الصلاة فاضل لها كم؟ طيب 5 دقائق. أي نعم. كلمة الصلاة. أيوة. عندنا معنى حقيقي في اللغة الدعاء. أيوة. معنى حقيقي للصلاة الشرعية برضو. أي نعم. نعم كلمة الصلاة. الصلاة عندها معنى شرعي وعندها معنى لغوي. وفي اللغة الصلاة دعاء. الصلاة دعاء. هذا في اللغة. وصلي عليهم. ها؟ خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وصلي وطهير. قال وصلي عليهم. صلي عليهم يعني شو؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم حيصلي علينا الصلوات المعروفة ذات الركوع والسجود؟ لا، صلي عليهم أن يدعو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب ومن كان صائما فليصلي. يعني ما تأكل، أدعو بالخير، أدعو. فالصلاة دعاء، والصلاة على النبي دعاء، والصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. فإخواننا دي قاعدة مهمة في اللغة العربية. تجد الكلمة الواحدة لها مثلا كلمة الوجه. وجه أنا الآن ممكن أديك 4 جمل لكلمة وجه، وفي كل جملة تختلف عن الجملة الأخرى. طيب ربنا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فولي وجهك، الوجه هنا المقصود شنو؟ الوجه. الوجه المقصود فولي وجهك اي اقبل بوجهك، اقبل بوجهك. طيب لكل وجهة هو موليها. هنا مقصود بالجهة وجهة، كويس؟ طيب نقول أفمن يتقي بوجهه دي تبع المعنى الأول، لكن يقول لك أنكر ابن القيم، أنكر ابن القيم المجاز من 50 وجها. وجه إنسان من 50 وجها، أي يعني شنو؟ أي ب50 دليل. وكان عند الله وجيها. أها. وجه النهار واكفر آخرة. وجه النهار يعني شنو؟ أول النهار. فلاحظ الكلمة الواحدة عندها معاني. عندها معاني، وهذا من سعة اللغة العربية ومما يؤكد على القاعدة اللي ذكرناها. أن الكلمات تأخذ معانيها من سياق الكلام، تأخذ من السياق حتى من الوجه. أقول لك ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ وجه الاستدلال، الاستدلال ذاته مسميه وجه. يقول لك هذه المسألة ممنوعة لثلاثة أوجه، تجيب 3 أدلة. يقول لك والدليل الأخير فيه 3 أوجه، يعني فيه 3 طرق للاستدلال. تحصل؟ نعم. عنده وجهين. يقول لك زور وجهين. يعني شنو عنده وجهين؟ يعني يقابل هؤلاء كلام وأولئك بكلام. هنا بقول كلام وهنا بقول كلام. يقول لك زور وجهين. ما في زول يوم من الأيام تخيل أن ذا الوجهين له وجه أمامي ووجه خلفي. هل يوم من الأيام تخيلت أنه ذو الوجهين ده عنده وجه بهذا وجه بهنا؟ أبدا. إنما ذو الوجهين هو من؟ صاحب الكلامين.
كلام هنا وكلام هنا. نكتفي اخواننا بهذا القدر، نواصل في يوم غد ان شاء الله تبارك. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.